ريهام سعيد كانت ممكن بمنتهى البساطة تجمل الشكل، مجرد ما تشوف المنظر ده كده تقول لا لا سويها عشان الناس، نعمل كذا ونحط كذا وبتاع. هي جابت لكم الواقع. مساء الفل عليكم. 99% من الناس اللي عملوا شير للصور او للحاجات اللي انتشرت كده عن ريهام سعيد، تعذيب الحيوانات والكلام ده كله، اقسم بالله ما شافوا الفيديو. يعني انا متأكد ان هما ما شافوش الفيديو. في الفيديو ده انا مش بدافع عن ريهام سعيد، انا معرفش ريهام سعيد معرفة شخصية حقيقي، انا اعرفها عادي زيكم كده، يعني اللي هو بشوفها في التلفزيون، عارف انها اعلامية، اه طبعا كنت اعرفها في انها في القناة وكده، لكن معرفهاش شخصيا، فانا مش طالع دافع عن ريهام سعيد في اي حاجة. لكن ايه مضمون الفقرة او ايه مضمون الفكرة بتاعت ريهام سعيد؟ ريهام سعيد زي اي اعلامي في الدنيا بتعمل شو، هي بتعمل شو، والشو ده هدفه انه يبقى فيه ردود فعل على الشو اللي هي بتعمله. لكن الفيديو كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن شكل الحياة البرية في مصر، الصيادين اللي بيصطادوا الحيوانات المفترسة، والحيوانات المفترسة اللي بتعمل ايه بقى؟ اللي هي بتاكل الفراخ والمواشي للفلاحين وللناس اللي بترعى الكلام ده عشان تسترزق منه او يبقى ده اكلها، ايا كان. الديابة او التعالب بتعمل كده، هي بتدخل على العشش بتاعت الفراخ وبتاكل في الفراخ، فهي بتخرب بيت الفلاح. فالفلاحين دول بيعملوا ايه؟ بيجيبوا صيادين يصطادوا نوع الديابة ده او نوع التعالب ده عشان يخلصوا منهم. الصيادين دول بقى بياخدوا التعالب وياخدوا الحاجات دي اللي بيصطادوها دي، يعني بيستفيدوا منها تجارة. زي بالظبط كده لما بنشوف الفيديوهات بتاعت الناس اللي بتصطاد التعابين، الناس اللي بتصطاد العقارب، بيستفيدوا من سمها وبيبيعوها لشركات أدوية لحاجات كتير. اللي ما شافش الفيديو تعالى اتفرج على جزء من الفيديو علشان نبدأ نتكلم من اول وجديد. بالراحة عشان حرام، بالراحة بس يا عم رجب عشان حرام. ها لا سنانه بصراحة لازم تتكلبش، بس قمر بس يا نهار اسود على الشراسة. بصوا القوة، بصوا هم تلات رجالة ماسكينه من ايديه ورجليه بيفلفص برضه. ها بس حسب الاحسن رجله تتكسر، حسب الاحسن ايديه تتكسر. هو جه ياكل الفراخ فقفل ايه؟ حتى واكل الاكل كله. احنا كنا هنا عند الفخ اللي احنا كنا واقفين عنده، هو ده اول واحد جينا وقفنا عنده، هو ال اقرب واحد. احنا كنا ممكن نبقى ماسكين كده يعدي. لا لا خلاص امسكي يا حضرتك. لا مش همسك. امسك ليه؟ لا بس فكوا ايديه عشان ما تطورش، فكوا ايديه عشان ما تطورش. لا هتتعور بالراحة. طب هتعالجوا ايده دي ولا ايه؟ بلاستر، هات البلاستر ده. لازم يمسكوه كده تقصوا ولا عدوهم. امسك يا احمد عادل، اوعى يفلفص منك تبقى كارثة. الفيديو مجرد ما هي شرحت الصياد حياته عاملة ازاي وبيعمل ايه، وقعدت تدردش معاهم شوية كده في القعدة اللي قعدوها دي، بدأت تقول له حرام عليك، ما تمسكش الثعلب كده، رجله هتتكسر، لا طب بقه، طب ده شكله مش عارف عامل ازاي، لا حرام، لا اعمل، لا كذا. ريهام سعيد كانت ممكن بمنتهى البساطة تجمل الشكل، مجرد ما تشوف المنظر ده كده تقول لا لا سويها عشان الناس، نعمل كذا ونحط كذا وبتاع. هي جابت لكم الواقع، ده الواقع اللي بيحصل. عايز تحاسب، حاسب اللي بيصطاد الثعلب ان هو بيعمله بالشكل الفلاني او ان هو بيتعامل مع الثعلب بالشكل الفلاني. معلش هو ليه الناس يعني ما عملتش الثورة دي، او بدون حتى ما اتفرجوا على الفيديو ليه الناس ما فهموش الاول هي مستضيفة الراجل ده ليه، هي جايباه ليه؟ بعدين القنوات بشكل عام او التلفزيون بشكل عام في ايد حضرتك ريموت، مش عاجبك بدل، غير، شوف قناة تانية. ما في ناس بتجيب اللي هو اسمه رفاعي اللي هو بيصطاد التعابين السامة اللي هي برضه جوه بيوت او جوه حاجات، وبيبقى الموضوع مثلا سمى ابنه، سمى اخوه، ايا كان، فبيجيبوا شخص يصطاد التعابين السامة دي او التعابين الخطر دي. وحتى لو مش خطر، انت فكرة انك في تعبان عندك في البيت ده كارثة. ففي ناس هي دي وظيفتها، هي دي حياتها. لما بنشوف فيديو عن مثلا الناس اللي بتضرب الكلاب في الشارع والكلام ده كله، احنا فعلا بنتضايق، لانه ما هو ما عملكش حاجة. لكن في المجتمع في ناس وظيفتها في الحياة ان هي بس تصطاد الحيوانات المفترسة وكده، اه طبعا في ناس بتعمل كده. اللي ما شافش الفيديو قبل ما تعمل شير والطالب مش عارف بايه، يا جماعة اتفرج الاول، شوف الفيديو عبارة عن ايه، بتتكلم في ايه، وهي طريقتها عاملة ازاي، وبعد كده ابدأ احكم.
بكرر تاني، انا ما اعرفش ريهام سعيد، انا مش طالع ادافع عن ريهام سعيد، انا طالع ادافع عن الفكره اللي ليها علاقه بالشير وخلاص. انا سالت كذا حد من اللي انا اعرفهم اللي هم عاملين شير للصور دي، سالته انت شفت الفيديو ده؟ قال لي لا. انت شفت الحلقه؟ لا. طب انت بتعمل شير ليه؟ خلاصه الموضوع في موضوع ريهام سعيد، اعمل اللي انت عايزه او اللي مريحك على الاكونت بتاعك الشخصي وغيره، لكن قبل ما تعمل شير اتاكد، بس اتاكد، دي الجمله الوحيده بس، اتاكد، اقرا، اتفرج، وبعدين اعمل اللي انت عايز تعمله، دي حريتك الشخصيه.